السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله هنتكلم عن فانكشن مهمة في الباور أبس، وهي الباتش فانكشن اللي بتسمح لي إني أضيف البيانات أو أعدل عليها في مصادر البيانات المختلفة، سواء هضيف ريكورد واحد أو أكتر من ريكورد مرة واحدة، وسواء أنا بتعامل في التطبيق عندي مع البيانات في كنترولز عادية أو بالفورمز. لو أول مرة تشاهد القناة، أنا هبة كمال مايكروسوفت MVP في البيزنس ديتا ومدرب معتمد من مايكروسوفت. نبدأ بسم الله. تعالوا نتعرف على السينتاكس للباتش فانكشن. أول حاجة اسمها باتش، بتاخد 3 بارامتر أساسية. أول حاجة الديتا سورس اللي هو مصدر البيانات اللي أنا هتعامل معاه في التطبيق عندي، وهنا أنا هتعامل مع شير بوينت ليست. تاني حاجة هو البيز ريكورد، بتاخد ريكورد أو انستنس من الريكورد فاضي بالأعمدة اللي فيه عشان تقدر تعرف الباتش فانكشن على الأعمدة أو الريكورد اللي هي هتضيفه في مصدر البيانات. تالت بارامتر هو اللي تشينج ريكورد، وده الريكورد اللي انا هضيفه، البيانات اللي انا عايز اضيفها او ان انا عايز اعدلها باستخدام الباتش فانكشن اللي انا هديها للبيز ريكورد. وطبعا زي ما قلنا ان انا بستخدمها في سواء مع ريكورد واحد او اكتر من ريكورد. قبل ما نبدأ تعالوا نتعرف على الشير بوينت ليست بتاعتي. هنا انا بتعامل مع شير بوينت ليست اسمها employee، عملت كريت فيها معظم الداتا تايبس اللي انا اقدر استخدمها في الباتش فانكشن، زي التكست العادي والنمبر والديت وهنا التشويس فيلد، اليس ونو كولوم واللينك كولوم واللوك اب كولوم والمالتي لاين والبيرسون. تقريبا معظم الانواع اللي انا اقدر استخدمها في الباتش فانكشن. تعالوا نشوف هنعمل ازاي، ايه هي السيناريوز اللي احنا هنعملها في التطبيق عندي. اول حاجة عندي الباتش فانكشن، انا ممكن استخدمها ان انا اباتش بيها فورم او اكتر من فورم، او اباتش بيها ريكورد او اكتر من ريكورد. طيب في الاول هنبدأ بحاجة سهلة، ازاي اباتش فورم. عندي دي الفورم بتاعتي اللي هي فورم 1، هاجي هنا في الزرار بتاع الحفظ وهقول له باتش، وادي له الداتا سورس عندي اللي هي الامبلويي، الشير بوينت ليست اللي انا عملت عليها كونكت في التطبيق بتاعي، وهدي له البيز ريكورد عندي اللي هو قلنا انستنس فاضي من الريكورد اللي انا هضيفه في مصدر البيانات ده. بستخدم هنا فانكشن مهمه معايا اسمها الديفولتس، بديها المصدر البيانات اللي انا بتعامل معاه. هنا الشير بوينت ليست بتاعتي اللي هي الامبلويي تبقى ديفولتس اوف الامبلويي. كده معايا انستنس فاضي من الريكورد بكل الاعمده اللي موجوده في الامبلويي. وتالت بارامتر عندي بديله الفورم، فورم 1.updates اللي هي البيانات اللي اليوزر دخلها في الفورم قدامي. كده دي الباتش فانكشن هنشتغل تمام. احنا بس عايزين نعمل حاجة، نستخدم فانكشن تانية واحنا نتعرف على فانكشن تانية في خلال التطبيق بتاعنا، وهي الفاليد. ان انا ازاي اعمل فاليد للفورمة دي، هاجي هعمل if condition واقول له اسم الفورم بتاعتي اللي هو فورم 1.valid. لو الفورم اللي قدامي اليوزر مدخل البيانات صحيحة عندي وما فيش اي ايرور، هينفذ لي الباتش فانكشن بتاعتي. وممكن كمان اقول له ان تم الحفظ بنجاح باستخدام النوتيفاي فانكشن، هعمل السيمي كولون اللي هي الفصلة المنقوطة واقول له نوتيفاي ان تم الحفظ بنجاح، وادي له النوتيفيكيشن تايب بتاعه دوت سكسس. وفي الالس كونديشن هدي له، هقول له نوتيفاي واقول له ان عندك ايرورز في الفورم عندك صلحها، وادي له النوتيفيكيشن تايب دوت الايرور. في الترو برانش بتاع الاف كونديشن انا عملت زي ما احنا ملاحظين 2 فانكشن، هي الباتش والنوتيفاي بتاع السكسس بالسيمي كولوم. فكده مازال هو برانش واحد، وبعدين الكومة الالس برانش بتاع الاف. لو جينا رنينا الاب دلوقتي ودخلنا بيانات صحيحة في الفورم عندي، وبعدين ضغطت على الزرار بتاع الحفظ، مجرد ما اعمل كده ظهر لي ان تم الحفظ بنجاح. واروح على الشير بوينت ليست بتاعتي، لو ما ظهرش هعمل ريفريش، هلاقي ان ضاف لي الريكورد بنجاح باستخدام الباتش فانكشن. تاني سيناريو عندي، الفورمة بتاعتي فيها بيانات كتيرة، فالشاشة عندي مش هتقضي كل البيانات دي، فانا ممكن اعمل تاب كنترول. زي ما احنا شايفين هنا حطيت الامبلويي انفورميشن في فورمة
وفي الكونتاكت انفورميشن حطيت وسائل الاتصالات بتاع الامبلويي والزرار بتاع الباتش فانكشن للفورمز. تعالوا نشوف هنعمل الكلام ده ازاي. هاجي هنا في الزرار بتاع الباتش مالتيبل فورمز عندي وهقول له نفس الكلام الباتش فانكشن بتاعتي باتش وديها الداتا سورس عندي اللي هي الامبلويي الليسته بتاع الامبلويي والبيز ريكورد ديفولتس اوف الامبلويي والريكورد اللي انا عايز اضيفه. هنا هحتاج اتنين فورم زي ما قلنا الفورم 2 والفورم 3. هنقول هقول له فورم 2.update وفورم 3.update. لو انا جيت دلوقتي عملت run طبعا ظبط النوتيفيكيشن زي ما انت عاوز. لو جيت هنا عملت run للاب وكتبت البيانات في اول فورم عندي للامبلوي انفورميشن وجيت عملت عن وسائل الاتصالات بتاع الامبلوي وكتبتها وعملت باتش للتو فورمز دول تم الحفظ بنجاح. وهروح على الشير بوينت ليست عندي هلاقي الريكورد اتضاف عندي في الشير بوينت ليست. وكده ازاي اعمل باتش لاكتر من فورما في نفس الوقت. طيب لو انا في التطبيق بتاعي مش بتعامل مع الفورمز وهتعامل مع كنترولز عادية او حاجة كمان مهمة قوي ان الباتش فانكشن مهمة لو انت عاوز تضيف لو انت عايز تضيف بيانات بدون ما اليوزر يحس او بدون ما اليوزر يعمل انتراكت على الفورم. يعني مثلا هو بيضيف فورم قدامه وانا عايز مثبت بيانات لازم يضيفها مثلا زي الديت بتاع التوداي مثلا اني اخليه ان هو اكتيف دخل معايا في السيستم وهكذا. فمش عايز اليوزر ان هو يدخل البيانات دي بايديه. فهنا الباتش فانكشن هلاقيها مفيده جدا في حاجه زي كده. تعالوا نعرف ازاي نعمل باتش للكنترولز او للديتا تايبس المختلفة بايدينا بدل ما نعمل باتش للفورم. هنزل مثلا هنا هنزل ليبل امبلوي نيم والموبايل والتكست بوكس للامبلوي نيم والموبايل والموبايل عندي الديتا تايب بتاعه نمبر. هاجي اقول له باتش امبلوي الديتا سورس بتاعتي اللي هي الشير بوينت ليست والديفولتس واديله الامبلوي وبعدين له اسامي الكولومز اللي انا عايز اضيفها في الليست. فهعمل ايه؟ هفتح القوس الكيرلي واقول له الفيلد اللي انا عايز اضيفه. هنا مثلا الامبلوي نيم هو التايتل يبقى اقول له التايتل نقطتين فوق بعض تكست انبوت 1 دوت تكست اللي هو التكست بوكس بتاع الامبلوي نيم. لكن الموبايل زي ما قلنا ان هو عباره عن نمبر. فلو انا اديته قلت له الموبايل ونقطتين تكست التكست انبوت بتاع الموبايل ده دوت تكست هيديني ايرور لاني مش قادر يعمل كاستنج من التكست للنمبر. فلازم اقول له موبايل نقطتين فوق بعض هلاقي هنا اختيارات اللي هي الفاليو موبايل نقطتين الفاليو وبعدين افتح القوس واديله التكست انبوت 2 دوت تكست اللي هو بتاع الموبايل. دلوقتي رنيت الاب وكتبت في الامبلوي نيم والموبايل نمبر وعملت باتش هيحفظ صح. ولو رحنا للشير بوينت ليست ضاف صح في التايتل وفي الموبايل.